كيف كنتو كتشوفو؟ كنت كنهضر مع واحد الصديق ديالي اللي كان عنده واحد المشكل هو مع واحد صديق نيت، كنا كنقراو في الجامعة. كان عنده مشكل خطير. بسبب اش؟ سبب صغير واللي قلت لكم ما تشيقوش. سبب فيسبوك. الاخر خد الفيس الاخر وقع مشكل، ولكن المشكل اثر عليهم هو ماشي انا، فهمتي؟ لان علاش انا ناخد، علاش انا غادي ناخد فيسبوك ديال صاحبي؟ ما عندي علاش، فهمتي؟ فيسبوك تاعي اللي تصاوب عتكون عتي انا اصلا اللي واحد الفيديوهات ديال اسامه بس تجاو ليه واحد الفيديوهات كنعرف كيفاش زعما نوريو كيفاش يصاوبوا فيسبوك. والان دابا ادم اسمحوا لي اطلع عليكم، هذا مش هو الموضوع ديالنا. الموضوع ديالنا هو كيفاش كيفاش نخليو الفيسبوك ديالنا في ماشي ندير ديك اللعبه ديال الحمايه، نخليه هو اصلا في حمايته ديريكتومون في الحمايه ديالو. ديما واخا مهم ديما يبقى في الحمايه ديالو. هو كان واحد عاوتاني واحد السبب اخر اللي هو ما كنديروش واحد انتظام، غير شي واحد كيصيفطك لانفيتاسيون كتبقى اكسبتي 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 نو. قبل ما ندير لي اكسبتي كتلقى ديك التصويرتو، ندخل نشوفو نقرا مزيان شوفو واش كيدير، اشنو فين ساكن فين داير هذا طاطاط مزيان. هاديك الساعة راه تكون تعرفتي عليه، اما واحد الشخص مكنعرفوش انا معرفش منين جا ويجي ندخلو نورمال. هادشي نورمال ماشي عادي بزاف وكاع ماشي عادي داكشي، يعني شي حاجة بشي شكل. اوكي هو كيصوني دابا ماشي نشوف.